لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا من الصف الأول الثانوي، نرحب بكم في محاضرة تانية من منهج الغزالة الصف الأول الثانوي. نبدأ إن شاء الله النهاردة بالباب الثالث. هنا الحمد لله بالباب الأول والثاني. نبدأ إن شاء الله الثاني. الباب الثالث. الباب الثالث يا جماعة هنبدأ بنقول ان احنا خدنا في الباب اللي فات، الباب الثاني في نهايته في الفصل الثالث، قانون نيوتن الثاني، وعرفنا ان لو عندي قوة بتؤثر على الجسم اللي بيتحرك بسرعة منتظمة ايه اللي بيحصل؟ ان الجسم ده بيكتسب عجلة تتغير السرعة بتاعته. طيب التغير في السرعة بيعتمد عليه على اتجاه القوة اللي بتأثر. يبقى أنا تاني، أنا عندي قوة هتأثر على جسم بيتحرك بسرعة منتظمة، هينتج عن ده إيه؟ إن الجسم ده هيحصل ويكتسب عجلة وتتغير السرعة بتاعته. طب السرعة دي لما بتتغير التغير بتاعها بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على اتجاه القوة اللي بتأثر على الجسم بالنسبة لاتجاه حركة الجسم. تمام كده يا جماعة؟ طيب نشوف الكلام ده. أنا عندي لو أنا عندي جسم أثرت عليه بقوة، وعندما تؤثر قوة على جسم متحرك، أنا عندي كده إيه؟ قوة أثر بيها على جسم متحرك. عندي ثلاث حالات. رقم واحد، وادي رقم اثنين، وادي معايا الحالة رقم ثلاثة. تعالوا نشوفهم حالة حالة. أنا عندي القوة دي لو بتأثر في نفس اتجاه حركة الجسم الأصلي، إيه اللي هيحصل؟ هتزيد السرعة مش هيتغير الاتجاه. تعالى على الوايت بورد نشوفها. أنا عندي الجسم ده بيتحرك في الاتجاه ده بسرعه منتظمه. جيت انا هنا عملت له دفع بقوه، فانا عندي هنا القوه مالها في نفس الاتجاه، فهيحصل ايه؟ هتزيد. تمام، لان انا بدفعه من ورا، بدفع الجسم ده من ورا. تمام، يبقى انا كده هتزيد السرعه وهتكون في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى هتفضل في نفس الاتجاه كده. دي رقم واحد. رقم اثنين، عندي اتجاه القوة عكس اتجاه الحركة. نلاحظ يا جماعة احنا بنقول ايه؟ عكس اتجاه الحركة. يبقى العكس على طول برضه. السرعة هناك لما كانوا في نفس الاتجاه قلنا ان السرعة تزيد، هنا بقى السرعة تقل لانهم في عكس اتجاه بعض. طب الاتجاه يتغير؟ الاتجاه مش هيتغير. نشوف برضو تاني كده. عندي نفس الجسم، الجسم ده ماشي كده، جيت انا جبت قوة اثرت عليه بقوة هنا اف. تمام، القوة دي في عكس اتجاهه، هو اتجاهه شمال انا جبت يمين، يعني انا الجسم قدامي وزحته ليه؟ من نفس الاتجاه اللي كان ماشي فيه. فايه اللي هيحصل؟ هتقل السرعه هتقل. تمام، طب الاتجاه يتغير، يعني معنى كده ان الجسم هيرجع لورا او هيسير في اتجاه تاني؟ لا، الجسم هيفضل في نفس الاتجاه بس السرعه هتقل لحد ما الجسم ده يحصل له ايه؟
لان انا لو بقطع عليه قوه بقوه مستمره لحد ما اوقفه، يبقى السرعه هتقل لحد الجسم ما يحصل له حاله سكون ويقع. ثالث حاله ان انا اثر بالقوه اتجاهها يكون عمودي على اتجاه حركه الجسم. يعني انا عندي حركه الجسم كده مثلا، خلينا هنا في نفس المكان، وانا اثرت بقوه عموديه تمام على اتجاه حركه الجسم، فانا هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي اتجاه السرعه هيتغير لكن مقدارها هيفضل زي ما هو، ولا هيزيد ولا هينقص. تمام. طب تعالى نشوف كده الكلام ده ايه امثله عليه. امثله عليه في كلام بيتمثل. طيب انا عندي هنا يا جماعه دي صوره لمجموعه من المتسابقين، سباق دراجات، متسابق واحد والمتسابق رقم 2 والمتسابق رقم 3. المتسابق رقم 1 تمام و2 و3. انا عندي المتسابق رقم 2 لما بيزود من البنزين، يعني يدوس بنزين اكتر، الدراجة النارية بتاعته او الموتوسيكل بتاعه هيحصل له ايه؟ هياخد قوة اكتر. القوة دي مالها؟ في نفس اتجاه الحركة. هو ضرب، نلاحظ ان الفرامل اللي بتقلل وتعتبر في عكس الاتجاه، انما البنزين يبقى هو هيزود بنزين هنا، ايه اللي هيحصل؟ يبقى هتزيد السرعه والاتجاه مش هيتغير. انما لو ضرب فرامل، ضغط على الفرامل، يبقى القوه هتكون في عكس الاتجاه. يزيد السرعه مش السلام عليكم، أرجو لو الصوت واضح نكتب رقم 1. تمام، يعني كده مفيش تقطيع. هنعيد الجزئية دي تاني من الأول. بنقول يا جماعة إن أنا عندي نقول تاني يا جماعة، انا عندي كده في ثلاث متسابقين في سباق دراجات، عندي ثلاث متسابقين في سباق دراجات تمام. المتسابق الثاني هنشتغل عليه دلوقتي، بقول ان انا المتسابق ده لو زود بنزين ايه اللي هيحصل؟ تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان القوة هتكون في اتجاه الحركة فهتزيد سرعته واتجاهه هيفضل زي ما هو. طب لو ضرب فرامل، يعني داس فرامل، لو داس فرامل، ضغط فرامل، يبقى القوة هتكون في عكس الاتجاه، يبقى السرعة هتقل والاتجاه يفضل ايه؟ زي ما هو لا يتغير. يبقى انا كده المتسابق رقم 2 طبقت عليه الحالتين رقم 1 و2. طب تعالى نشوف بقى المتسابق رقم 1 ورقم 3. المتسابق رقم 1 ورقم 3 ملاحظين ان هما اتجاههم عايزين يميلوا. المتسابق رقم 1 اهو في ميل معاه، عايز ياخد منحنى. نفس الامر المتسابق رقم 3 اهو عايز ياخد منحنى، فهو عايز ايه؟ يميل. تمام، ميلانه ده عشان ياخد المنحنى سواء يمين شمال هيحصل قوة عمودية هتأثر على اتجاه الحركة بتاعته، فعشان كده اتجاهه بيتغير وبيقدر ياخد المنحنى سواء كان منحنى يمين أو شمال، ويعتبر كده مشي في مسار. يا جماعة هل مسار مستقيم؟ لا، ده هيبقى مسار دائري. مسار ايه؟ دائري، لأنه هياخد منحنى دائري اهو. تمام، هنا تي حاطط لك تمرين نفس الفكرة وهنطبقه لسه تحت، انه بيقول لك اربط حجر بطرف خيط
وامسك الطرف الثاني للخيط وحركه في مسار دائري، اقف وحركه كده عليك في مسار دائري، وزود سرعة دوران الحجر. تمام، هنشوف ايه اللي هيحصل بس بالتطبيق النظري، وانت لو حابب تطبق عملي وما فيش اذى ان شاء الله يعني. طيب تعالى يا جماعة، هيحصل الملاحظات هنا المفروض مكتوبة بس مش عارف الماتيريال ايه اللي حصل. هيحصل ان انا عشان يتحرك الجسم في المسار الدائري ده لازم بتأثر عليه قوة عمودية على اتجاه الحركة. تمام، عشان يفضل مستمر في الحركة الدائرية زي ما قلنا في المتسابق واحد وثلاثة. تمام، لو غابت القوة دي، لو غابت القوة دي يبقى الجسم هيحصل، الجسم هيحصل ايه؟ هينطلق، هيسير في اتجاه مماس للمسار الدائري الاصلي، المسار الدائري بتاعه الجسم هيمشي في اتجاه مماس ليه بسرعة ثابتة في حاجتين، في مقدار واتجاه، يعني هيمشي في خط مستقيم. السرعة دي اسمها السرعة المماسية، واحنا معانا رسم هيتي بنقول ان انا معايا دي القوة المركزية بتاعة الجسم اللي انا الحجر اللي انا كنت بحركه، انا القوة المركزية اللي بتأثر عليه، ودي الفي دي هي السرعة المماسية بتاعته. تمام، يبقى هو بيقول لي انه هيمشي بسرعة في السرعة المماسية دي، تمام، حوالين مين؟ القوة المركزية والمسار الدائري الأصلي اللي كان ماشي فيه. ودي الحجر اهوتي، وادي مساره يا جماعة. تمام، طب ناخد تطبيقات أكتر برضو، الحاجات دي منسوبة يعني، رفعت الماتيريال الوورد ما رضيتش ادخل البي دي. تمام، انا عندي هنا بقدر اعرف حاجتين، الحركة الدائرية منتظمة، الحركة الدائرية المنتظمة اللي هي بتحصل معايا اصلا دي اسمها حركة دائرية، اللي بيحصل ده حركة دائرية. طيب اعرفها بيه يا جماعة، بقول ان الحركة الدائرية المنتظمة دي هي حركة الجسم لما يمشي في مسار دائري بسرعة ثابتة في المقدار، يبقى السرعة مالها يا جماعة؟ ثابتة في مقدار، لكن بتتغير في اتجاه، والقوة اللي بتأثر على الجسم، تمام، هي القوة الجاذبة المركزية. نرجع للرسمة اللي احنا كنا فيها ونشوف تاني. أنا عايز أعرف دلوقتي يا جماعة، عايز أدي تعريف للحركة الدائرية المنتظمة، بقول إن هي عبارة عن الحركة الدائرية المنتظمة عبارة عن حركة الجسم اللي في مسار دائري، حركة الجسم أهوتي، جسمي معايا هو نفس الجسم أهوتي بس ده المسار الدائري بتاعه، حركة الجسم ده تمام في المسار الدائري لكن ليه سرعة ثابتة، يبقى السرعة مالها؟ السرعة ثابتة. السرعة مالها يا جماعة؟ السرعة ثابتة، لكن اتجاهه بيتغير، اتجاهه اهوتي، مسار دايري اهوتي، أنا ماشي ماشي مسار دايري، مسار دايري، تمام؟ وهنا بيأثر عليه مين؟ القوة المركزية، بيأثر القوة المركزية اللي هي الإف دي يا جماعة، يبقى عبارة عن الجسم، صوت غير واضح. السلام عليكم، أرجو لو الصوت واضح نكتب رقم واحد، ولو بيقطع نكتب رقم اتنين، ونقول هو بدأ يقطع من الجزئية النيتي، وهنمسح الكلام ده أول ما تقولي لي فاهم. كده الصوت واضح يعني؟ طب تمام، بنقول يا جماعة إن إحنا عرفنا دلوقتي إن أنا عندي، وده والله هيوضح تاني لسه تحت، بس إحنا بنشرحها دلوقتي عشان يبقى لما ننزل في الشرح أكتر تبقى الفهم بيزداد، بالتكرار هيزود الفهم. بنقول إن أنا لو عندي جسم أهو بأثر عليه، ده الجسم
النقطة دي يا جماعة هي الجسم اللي أنا بأثر عليه، تمام؟ الجسم ده عشان أقول إنه في الكتاب الصوت نام. انا بقفل لان انا بشوف حد بيكون بيكتب، فبخاف لو يكون الصوت عنده مش واضح. اكمل شرحها على طول يا ريت. مرة كمان لو الصوت واضح نكتب رقم واحد. تمام، بنقول يا جماعة انا عندي جسم اهو، الجسم ده تمام، انا بقى عايز اعرف المسار الدائري بتاعه، عايز اعرف المسار والحركة الدائرية المنتظمة بتاعته. طب عرفها ان هي عبارة عن حركة الجسم ده، عبارة عن حركة الجسم ده في المسار الدائري اللي بيمشي فيه. السرعة بتاعت الجسم ثابتة، مقدار السرعة ثابت. ده برضه لان في حد بيكتب. هستسمحكم انا همشي في الشرح لو في حاجه ظهرت لي في الكتاب، مش هستنى كل واحد بيكتب حاجه اشوف ايه. بنقول ان السرعه مالها ثابته في مقدار، اتجاهها بيتغير مع اتجاه المسار الدائري بتاعها، والجسم ده بنأثر عليه بالقوه المركزيه، بنأثر عليه بالقوه المركزيه اللي هي الاف دي، دي القوه المركزيه بتاعتي انا لو ماسك الخيط بتاع الحجر وبحركه، دي قوه مركزيه. وهنا دي الرسمه تاني، لان انا لما بفلت الحجر اللي انا ربطه بالحبل ايه اللي بيحصل؟ طيب القوه بقى الجاذبه المركزيه دي، القوه المركزيه الجاذبه دي الاف، اعرفها بانها ايه؟ هي عباره عن القوه اللي بتاثر على الجسم في اتجاه ماله يا جماعه؟ اتجاه عمودي. لسه بنقول الجاذبه مركزيه، مركز يبقى بتجذبه في اتجاه عمودي ليها، اتجاه عمود، وهو تعمل لك الاتجاه بتاعها عمودي على حاجة على الجسم اهو في اتجاه عمودي، تمام؟ بتحول مساره بدل ما هو مسار مستقيم لمسار دائري. يعني هو كان مسار مستقيم لو انا بدفعه، يعني لو بدفع الجسم، نرجع للجزئية اللي فات، انا لو الجسم اهو يا جماعة ماشي كده، عملت له دفع بقوة من هنا، بقوة في اتجاه او في عكس اتجاه حركة الجسم الاصلي، لا هيفضل برضه في اتجاه مستقيم. انما لو عملت بقوة عمودية، يعني انا الجسم معايا اهوتي وانا اثرت عليه بقوة عمودية من هنا، من هنا يا جماعة عشان تبقى واضحة اكتر كده، كده ايه عمودية، تمام؟ يبقى هيحصل ايه؟ مش هيمشي في خط مستقيم، لا ده هيمشي في مسار دائري كده. يا ريت تكون واضح. طيب انواع بقى القوه الجاذبه المركزيه. القوه الجاذبه المركزيه، تمام، انا بقى اسمي بديه للقوه اللي بتاثر عمود، لسه قلنا بتاثر ماله عمود على حركه الجسم وبتخليه يسير في مسار دائري. طيب ليها انواع، ليها انواع. هنبدا بقوه الشد، دي اللي احنا عمالين نشرح فيها، اللي هي الخاصة بالحجر لو ربطه بطرف حبل وانا ماسك الطرف التاني. قوة الشد دي عبارة عن ايه؟ انا لما بسحب الجسم بالسلك او بالحبل، يبقى انا بعمل له عملية ايه؟ شد، وببدأ احركه في المسار بتاعي، مسار بتاعي. اسف اسف يا شباب، بنقول ان احنا لسه بنقول ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي قوة احتكاك بين جهة المنحنى وما تحصلهاش تتقلق، تمام؟ تمام. رد ايه؟ رد فعل. فانا عندي قوة فعل هنا، قوة الاحتفال رد فعل بتاعه، فده رد الفعل بتاعي عشان تقدر السيارة دايما هتكون ايه؟
هتكون افقية على السيارة ولا عمودية ولا في اتجاه؟ بتنتج افقية، تتكلم ان في زاوية، في مين؟ زاوية في الطيارة. قوة الرفع هتأثر برضو عمودي على الجسم في الطيارات الحربية في عرض تاخد منهم. انما هنا تي انا عندي القوة المركزية تأثر على الطيارة. طيب يتغير اتجاه السرعة في مسار دائري، تمام؟ احنا لان احنا ماشيين في مسار دائري بتاعي وما ثابتين، فانا لو حبيت اعرف العجلة المركزية بقول هي العجلة اللي الجسم هيكتسبها في حركته الدائرية. طب دي بتحدث نتيجة لإيه؟ نتيجة لتغير في حركته الدائرية نتيجة للتغير في اتجاه سرعته، تمام؟ فهو هنا تيه هناخد مثال بس توضيحي كده يا جماعة. أنا لو عندي جسم بيتحرك من النقطة A للنقطة B، السرعة V بتتغير في الاتجاه بتاعه، لكن مقدارها ماله؟ مقدارها ثابت. التغير في السرعة كنا بنسميه دلتا في، هيحصل التغير في مين؟ في الاتجاه السرعة بس. تعال نشوف احنا هنحسبها ازاي. هو بيقول لي المثلث سي اي بي، سي اي بي هيتشابه مع مثلث السرعات، ماشي؟ انا اقول العلاقة، اقول ان العلاقة بتاعتي دلتا في على الفي،